حضراتكم هنا بالنسبة لأركان جريمة الرشوة بالنسبة لجانب الموظف العام، بيتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة بأخذ أو طلب أو قبول الموظف للوعد أو للرشوة. يعني بيتحقق الركن المادي في جانب الموظف العام بقبوله أو بطلبه أو بأخذه للوعد بالمبلغ أو بالفايدة اللي بتتعرض عليه. طيب تتحقق الجريمة أيضا إذا كان الغرض منها، إذا كان الغرض منها قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بوجبات وظيفته، هنا برضو بتتحقق جريمة الرشوة. فبننتهي أن تقديم مبلغ للموظف العام حتى يؤدي عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات وظيفته، ده بيعتبر في حكم القانون رشوة ولا خلاف على ذلك. حضراتكم هنا الشراح قالوا إيه؟ طيب إحنا عشان يعتبر للموظف مرتشي، قال ما يهمش إذا كان الراشي هنا كان جدا في رشوته، دي ما تهمش طالما أن العرض نفسه كان جديا في ظاهره وقبل الموظف على هذا الأمر. يعني كان لازم أن الراشي أو اللي هو حيدفع كان بيتظاهر أنه يقول له طيب أنا تحت أمرك وخلاص حديك المبلغ معين من وهو مش جدي في عرضه أو مش جدي في أمره أو في حديثه، قال دي ما تهمش طالما أن الموظف قبل هذا الكلام ولأنه كان العرض في مظهره جدي فهو قبله على كده على أنه يقوم ويعبس بمقتضيات وظيفته، قال دي ما تهمش في إقامة الجريمة. طيب هنا في أمر مهم جدا، هو الموظف المرتشي هل لابد أنه يكون مختص وحده بالعمل بالعمل اللي هو موضوع الرشوة، يعني هو اللي يكون بس هو المختص وحده في هذا الأمر؟ فالشرح قال لا، هو ممكن يؤدي يكون له نصيب من هذا الاختصاص، النصيب ده بأنه بيمكنه على أنه يؤدي العمل أو يمتنع عن تأدية العمل أو يخل بواجبات الوظيفة بالقدر اللي هو له الاختصاص به، لكن مش لازم أنه يكون هو المختص بكامل العمل اللي هو موضوعه الرشوة.